والله واضح. طيب امس كانت دخوليه الجنرال، شفنا دخوليه الجنرال كانت دخوليه يعني جيده، ما هي سيئه، لكن كنا نتمنى انه يكون فيه استبعاد، خصومات وصلت الى 14000 نقطه على هباس وسبعه، وبعدين سوى خصم الريان 2000، ريان كان طالع بتسعه سوى له خصم 2000. نعم. ايش تقول ابو حسام؟ بالنسبه لدخوليه الجنرال وبالنسبه للتغيير اللي حصل على صاحب القرار، احنا مع التغيير دائما وابدا، لكن يجب اطلاق يد صاحب القرار كما كانت مطلقه ايدي من كان قبله. قوه صاحب القرار في القرارات اللي يتخذها، مي بترى في شخصيته ولا في هيبته ولا في طريقه دخوليته ولا في كاريزما، كل هذه مكملات لربما، لكن ترى ما هي بالاهم، الاهم القرارات. يعني مثلا لو امس صار فيه استبعاد واحد ولا اثنين، يعني بدا مشوار صاحب القرار اللي هو الجنرال، لكن دام ما في استبعاد ترى مساله خصم حتى لو كان خصم قوي يقدر يعوضه بالتمثيل على الخشبه، سيما ان اغلبهم ممثلين. يعني مثلا هباس افضل ممثل، هباس من الصف الاول حتى على مستوى الدوله في التمثيل، اذا بننظر له كموهبه، مقلد لهجات من الطراز الاول، يعني مؤدي من الطراز الاول. انت شفته اليوم العصر مع سيف، اكيد شايفه العصر سوى نفسه كاركتر هندي مدري بنغالي، مجنون 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 هباس. فبالتمثيل بياخذها بيعوض خصمه، ويمكن يجي تصويت يعوض الخصم. الخصم حتى لو تخصم عليه 20000 ما لها وقع على المتسابقين ولا على المتلقي مثل الاستبعاد. تخيل لو الجنرال امس جاء واستبعد اثنين، هنا هيبه الجنرال، سواء يرقص سواء يدخل بشكل يعني جدي. إذن أنا أقول إلى الآن لم ينطق الجنرال، والسبب عدم إطلاق يد الجنرال. أتمنى من الإدارة إطلاق يده وإعطاه مساحة من الحرية يدور فيها، بحيث أن يعني الكاركتر يكتمل. نعم. يعطيك العافية أبو حسام.